استخفاف بدم الأبرياء واستهانة بأرواحهم، هكذا وصف أقرباء ذو الشخص الذي قتلته القوات الأمنية في وضح النهار في السوق الرئيسة في منطقة أبو غريب غربية بغداد. في وسط السوق والساعة تقريبا بالعشرة بالـ11 جهارا نهارا يرمون ويقتلون ويخرجون، ولا أمن ولا أمان ولا شو اسمه، ولحد الآن تحقيق تام ما أخذوا بصدى هذا الحادث. فيما أكد أحد الشيوخ زوبع الذي ينتمي إليه المقدور أن القوات الأمنية لم تتخذ أي إجراء لمنع منتسبيها من إطلاق النار، وهي تعمل بعقلية طائفية ثأرية وليست عقلية أمنية وطنية. القوات الأمنية تشتغل على طائفية، هذه الحقيقة. والقوات الأمنية ما تقدر توقف هذا الإجراء، أن يقتل رجل في عز النهار. يقولون إحنا بالحشد الشعبي وملتزمين ومسؤول أبو غريب، يدعي أنه هو مسؤول أبو غريب، بلا ما مسؤول أبو غريب. إحنا قادرين كل شيء نسوي، ماكو أي دور، لزموهم وهدوهم نفس الساعة. أما شقيق أحد المصابين في هذه الحادثة فقد وصف من أطلق النار عليهم من القوات الأمنية بأنهم إرهابيون حقيقيون لا يختلفون في شيء عن الإرهابيين التقليديين، وعبر عن مخاوفه من تسويف التحقيق في هذه القضية لأسباب انتخابية وأخرى حزبية. بخصوص حادثة أبو غريب اليوم، أخوي اللي مرمي هسه بالمستشفى اللي قامت إصابة إرهابية قتله بوضح النهار وقدام الكاميرات وموثقة ومسجلة، احنا البيوت صار لها 10 سنين متروكة، هذول هم حالهم حال الإرهاب، هذول مثل ما دا يسوي القاعدة هم دا يسوون، ماكو فرق، دا يقتل وينهزم. إطلاق النار على المدنيين في سوق منطقة أبو غريب ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير أيضا، فمثل هذه الحوادث في العراق الجديد أصبحت مسلسلا يوميا في حياة الناس.